خارجه نخدم مع 10 الصباح، مشيت خدمت، ديت معايا الدري الصغيره والدري اللي عنده 5 سنين، بقى معاه الوليد اللي عنده 7 سنين. مني مشيت نخدم انا ما بقيتش عارفه شنو كاين، يعني هو كيناول الخدمه ديالو في غارديان حتى البوسطة. مني مشيت نخدم ما بقيتش جيت انا، حيت مع رمضان كعارف مشيت نخدم غنجي حتى لديك الربعه ولا هذا غنجي نخدم، بعدا غنجي للدار باش انني نطيب الفطور كعارف مع رمضان وداكشي. يا هذيك جا عندي هو الخدمه، جا عندي قال لي ضربت الدري، فين قال لي ضربت الدري، خليت الدريه ما بقيتش عقل على الدريه فين هي، خليتها ومشيت كنجري بحال خطوه هنا وخطوه في الدار. مشيت لقيت الدري في حلالي ورتالها، مني بغيت ندي نداوي ما خلانيش، جرى عليا بحال استفزني وبغى يضربني، كاس الوجه. انا هربت مشيت للدائره، مني مشيت للدائره رجعت لقيت فاش انا فاش هربت حيد لي الدري من يدي وزد حقتني انه مشى على رجليه. الدري ما قادرش يوقف ومشى على رجلي، قال لي لا خليه هنا غيتعالج هنا غيداوى، ما تخرجيش ليا ولدي سيري بعدي مني. وبغى هذاك مشيت هربت للدائره، جا هذاك رئيس الدائره ولا الضابط ولا شنو، جا دخل معايا. مين دخلت خرج هو هي فين دخلت انا نجيب ولدي، تعرف فين دخلت كنقول هنا غيقتلني. هزيت الدري خرجته حطيته في الزنقه، كيقول لي البوليسي سيري دابا ما تبقيش تشوفي في راسك، سيري جيبي شي اسعاف، سيري جيبي شي امبيلونس، سيري جيبي باش تعالجي الدري، ما تبقيش تشوفي في حتى شي حاجه، سيري شوفي في الدري. هزيت الدري في هنا، وكنعيط للطاكسي، كنعيط سميتو يعني عيط لهذاك سميتو، هزيت الدري ديتو السقاط، حطيته دخلته مع الباب، يعني ما دخلتوش، دخلتونيش انا عند الطبيبه، قالت لي واش هذا وقع عليه شي حاجه، واش كسيده، واش لا ما كسيده ما والو، راه تعرض للعنف من الطرف با واد، دابا يتعالج اختي، راه حيتاش انا راجل بغي يسكت، حيتاش انا رجلي فشل عليا، عافاك اختي لما شوفي كديري. قالت لي صافي ديه البلوك ديال لا غاديو، ديتو البلوك ديال لا غاديو، داروا لي الراديو داكشي، قال لي سيري خلصي انا ما عنديش باش نخلص، اقسم لك يمين الله اللي خليت الولد تما ورجعت جبت الفلوس من عند خويا، تسلفهم من عند صاحبه، اقسم لك يمين الله خويا، الا مشيت جيت خليت الدري في السقاط وجيت في هذا ومشيت عاود ديت الفلوس، قال لي جيب 400 درهم غير ديال الراديو وجيبي السيرتيفيكا، وعاد البوليس قالوا لي خصك سيرتيفيكا ميديكال باش هاد السيد يتعتاق. هما وقفوا معايا، انا ما كنقولش وقف، هما انا الدائره زعما لهنا خطينا الامن في البلاد، حيت هذا الامن هو اللي وصلت، حيت كل ما تعقلش هذاك السيد كان غيقتلني. انا دابا وليت خايفه على راسي ما نكذبش عليك، ودابا ملي الدري وصل لهاد الحاله ما بقيتش كنشوف حتى شي حاجه غير في الدري. ملي وصل لهاد الحاله داروا ليه الراديو، خرجوا ليه دوك لوردونونس اللي خرجوا في السقاط، خرجوا ليه السيبو ديال دوليبران، داكشي ما ديال لي دولوغ، ماشي شي انتيبيوتيك، ماشي شي انتي فلاماتواغ، يعني عطينو غير ديال الالم. انا ما بردش ليا قلبي داكشي، مشيت ديتو الغد ليه، ديتو حيت الغد ليه انا ما شديتو، الغد ليه مشيت للمحكمه باش نتواجه مع باه، حيت باش يبرد ليا قلبي انايا، حيت هادشي بزاف راه حيوان. قال لي الوكيل الا كان دايز في الزنقه ما خاصكش تقرب لي، حيوان راه الله قال لك الرفق غير بالحيوان، ما بالك الانسان. ودابا معتقل من نهار الخميس معتقل، وسيرتيفيكا اللي داير الدري في السقاط دايرين ليه 21 يوم هي باش تعتقل، جبتها للسلطات الاداريه وديتها للمحكمة هي باش تعتقل هذاك السيد. كيفاش دايره الحالة ديال الدري؟ راه لا يرتلاها، راه مريض دابا، راه ولا كيزهق تحت منه، راه بزاف د الحوايج، راه حسبي الله ونعم الوكيل. لا كيضربو ولا كيمشي بهاد الطريقة، راه أبشع طريقة هي هادي، راه الصراحة أنا ما نحط عليه حتى شي حاجة ديال الباطل، كيضربوا ولكن ماشي حتى لهذا الشيء، يعني اي راجل كيضرب ولادو واي مرأة هي كتضرب ولادها، حتى انا كنضربهم ولكن ماشي هذه الطريقه، هذه الطريقه بشعه،
هذه الطريقة وحشية، ماشي ماشي طريقة ديال راه إنسان عنده 18 عام ولا 17 عام وكتجلس انت وياه اطاب، الا بغيتي انت تتفاهم معاه وكان الوعي تجلس معاه اطاب. هو ما كيجالش راسو بعدا، هو ما عطيش نديرش الخير في راسو بعدا، ماشي جلس مع الضمير ديالو ما انبوش ملي دار الدري هادشي ما فهمتش. شنو طالب دابا؟ انا كنطالب غير هاد الوليد هذا يتعالج، وكنطالب انا دابا، انا دابا شي الخدمه، انا جلست قابلت الدراري شنو نخدم، كي غندير لهاد الدراري؟ انا بغيت كاع نخدم، كي غندير لهاد الدراري؟ امي هي مسكينه راه خدام، يعني انا امي شنو جبت لها على المشاكل؟ راه هادشي اللي دار لي راه بزاف. دابا ولا شاف الدري عندي 8 شهور خصها ليكوش، خصها الحليب، والدري مريض، الدري اللي عنده 5 سنين خصو يمشي للمدرسة، هو تا هو كي غندير انا ندير لهاد المدرسة والدرية صغيرة وهاد، يعني شنقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله.